بالتزامن مع أزمات التجسس والابتزاز التي تعصف بالعملية السياسية، تم الكشف عن تصنيف جديد وصف بالفاضح بشأن أمن العراق السبراني، حيث حل العراق في الطبقة الرابعة من أصل الطبقات الخمس بواقع تدابير قانونية بلغت 53 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو تصنيف وضع العراق بإمكانياته المادية الكبيرة جنبا إلى جنب مع لبنان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا، بحسب تقرير جديد للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مؤشر الأمن السبراني العالمي للعام الحالي. وفي محاولة للإيحاء للعالم بأن العراق مؤمن من الهجمات الإلكترونية، أطلق جهاز الأمن الوطني أول منصة للأمن السبراني في العراق، والتي قال إنها مؤهلة للقيام بعملية تأمين الروابط التي يستخدمها المواطنون، وتمكنهم من معرفة فيما إذا كانت بياناتهم مسربة أم لا. نعلن اليوم عن انطلاق أول منصة عراقية خاصة بخدمات الأمن السبراني. مؤسسات الدولة المختلفة تتعرض منذ سنوات لهجمات سبرانية بشكل متزايد، ما أدى إلى تسرب معلومات هائلة من الوثائق، بعضها تابع لمؤسسات أمنية يفترض أن تبقى بمستوى عال من السرية والتكتم، فضلا عن تسريب بيانات المواطنين كمعلومات الهوية الشخصية وبطاقتي السكن والتموينية وغيرها، وسبق وأن عرضت للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع إنفاق الحكومة أموالا طائلة في تطوير قدرات فرق مختصة من أجل بناء منظومة أمن سبراني للتعامل مع التهديدات الإلكترونية بحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية، يبقى السؤال فيما إذا كانت بيانات ومعلومات العراق الحساسة ستكون في مأمن رغم سيطرة الميليشيات الولائية على مؤسسات ودوائر الدولة العراقية.